سلام بنات، نتمنى على خير وبخير واموركم تمام. مرحبا بكم على قناتي قناه مرآتي. نتمنى يا ربي يصادفكم لا فيديو ديالي بصحه وعافيه. اليوم نبارطاجي معكم طاجين تاع الدجاج بالبصله والزبيب والخضره. نتمنى ان الطاجين ينال الاعجاب نتاعكم. مرحبا بكم في المقادير. اللي غنحتاجوه كمقادير اليوم هو كالاتي: غنحتاجو الدجاج، غنحتاجو ثلاثه ديال الدروس نتاع الثوم محكوكين، غنحتاجو جوج بصلات كبار، غنحتاجو نص معلقه صغيره نتاع قرفه، معلقه صغيره نتاع الزعتر، غنحتاجو ملون غذائي والملح. هنا عندي قزبر والمعدنوس هكا عويدات مع هذاك اللب نتاع القزبر اللي كيعطي واحد البنه رائعه بزاف. بنتي اذا صادف عندكم استعملوه، كيجي زوين بزاف، كيعطي واحد البنه رائعه في الطواجين خصوصا بعد ما كيتقلى. هنا البنات عندنا مطيشه وحده، بطاطا بعد ما نقيتها، فلفله صغيره، مزود نتاع الحار، وخزو. ممكن انكم تستعملوا الخضر اللي بغيتو، بحال دابا انا استغنيت على الفلفله في اخر لحظه. غنحتاجو جوج بصلات كبارين، وغنحتاجو خلاص زبيب مرقد من بعد ما غسلتو مزيان. هنا غادي نجيب القرطه نتاعي وغنقطع البصله نتاعي بواحد الطريقه رقيقه بزاف كما غادي تلاحظوا. علاش غنقطعها رقيقه وطويله بهذه الطريقه؟ باش تبقى محافظه على القوام ديالها، ورقيقه باش طيب لي دغيا ما تاخذش واحد المده طويله في الطياب. كي كتلاحظوا هذا السمك هذا هو اللي غنحتاجوه في البصله نتاعنا نتاع اليوم. البنات هذه الطريقه نتاع الطاجين، الطاجين عنده طرق كثيره ومختلفه باش اننا نديروه، فالابداع في الطواجن المغربيه كيبقى دائما محسوب ليها، وكيتجي الماكله في الطاجين رائعه ومميزه، سورتو هذاك نتاع الطاجين اللي ما كيكونش مزلج، كيكون اكثر صحيه. فدائما كنتحرم اننا نديرو وجبات صحيه لينا ولوليداتنا ما امكننا البنات، ما امكننا. فكما كتلاحظوا كنفركها على هذه الطريقه هذه، وكنقطعها كامله رقيقه على هذا الشكل هذا. شويه كتعتم شويه كتزلق لي، ولكن معليش كنحاول انني نتحكم فيها باش نقطعها بطريقه رقيقه. الا عندكم شي طريقه اخرى بلي بروفيسيونيل تقطع بها البصله على هذا الشكل، ولكن لواحد كتبقى طريقته هكا. غنبقى مستمره حتى نقطع البصله كامله بنفس الطريقه. من بعد ما قطعت البصله نتاعي رقيقه بهذا الشكل كما كتلاحظوا فركتها مزيان، غنحطها جانبا وغادي ندوز لتحضير الطاجين نتاعي. هذا هو الطاجين نتاعي من بعد ما كيطيب مزيان، وكتبقى كتستعملو كل مره كيولي القعر ديالو على هذا الشكل. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندير زيت البلديه في القعر نتاع الطاجين ديالي، وغادي نضيف عليها الثومه، وغنخلي واحد الجزء اللي غنستعملو في النهايه. البنات كنتبل القعر نتاع الطاجين، وعاد كنتبل الخضره اللي كنديرها من الفوق من الفوق نتاع الطاجين. فهنا كنسرح مزيان الثومه نتاعتي باش كتوزع على كل الطاجين. غادي ندير شويه نتاع الملح هنايا من التحت، غادي ندير القرفه نتاعي كامله، يعني نصف ملعقه صغيره نتاعي كامله غادي نديرها من التحت كي كتلاحظوا هنايا، حيت ما غنحتاجهاش من الفوق. انا الغرض نتاعتي هو ان تعطي ديك النسيمه نتاعها، واللي ما عندهاش واللي عندها القرفه عاود تستعملها. انا عندي مطحونه تشي توفر عندي دابا، فاللي عندها عاود تستعملها. هنا اول حاجه غادي نضيفها هي القزبر والمعدنوس على هذا الشكل، وديك القالب نتاع القزبر نحطو في الجوانب. كل ما تعسل كل ما عطاني واحد المذاق رائع، واحد البنه، واحد الرائحه لا تقاوم البنات. هنا غادي نوزع البصله نتاعي اللي قطعتها طويلين، يعني على شكل على شكل طولي، غنوزعها بهذه الطريقه هذه. غتجي مفركه مزيان في الجوانب وعلى طول يعني على الطاجين كامل. غادي نجيب وغادي نحط الطريفات نتاعي نتاع الدجاج في الوسط، فهنا كنوزع الطريقه باش ملي نبغي نستف عليه الخضره يقبط لي ديك الشكل نتاع الخضره مستفه هكا في الوسط. هنا غادي نجيب الخضيره نتاعتي اللي غادي نقطعها على الطول، وغادي نحاول نستفها فوق الدجاج نتاعي. فكي
كما كتلاحظوا كنحاول نجمع الوسط وندير بواحد الطريقه باش منين ننزل عليه الخضره نتاعتي تبقى واقفه. فانا كما كتلاحظوا غادي نقوم بتستيف الخضره نتاعتي على الشكل اللي يناسبني. المهم كيبقى تستيف الخضره كل واحد الطريقه نتاعتو. المهم التستيفه المعتاده نتاعت المغاربه الخضره هي هذه اللي غنعتمدها انا، يعني بهذا الشكل هذا، وكل واحد ممكن انه يزين الطاجين ديالته اولا يقدمه بطريقه اللي تناسبه. انا كنحاول انني نوقف البطاطا نتاعي على الحيمه ديالي، غادي نشد المزود نتاعي نحطه في الوسط من بعد ما نحدد واحد الثقب باش تخرج ديك البنه نتاعتو. وهنا غادي نقطع خبزو حتى هو على الشكل الطولي ويكون رقيق باش يطيب معايا ما ياخذش مده طويله. كما كتلاحظوا غنقطعو هكا على أربعة على شكل طول وغنقسمها في النص، وغادي نستف خبزو نتاعتي جنب البطاطا. ممكن انكم تستعملوا حتى اللفت، ممكن انكم تستعملوا القرعه الحمراء كتتواتب بزاف مع البصله والزبيب. كما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا حتى الخضره القرعه الخضراء، المهم كيبقى الخضر اختياري. انا كنفضل ان لو كان عندي القرعه الحمراء كنت استعملتها، ولكن مادام ما عنديش هاد الخيزو مع بطاطا مع البصله ومطيشة حتى هي غادي نضيفها والزبيب كيعطي واحد التوازن رائع بزاف. فهادشي اللي اكتفيت به كمكونات للطاجين تاعي تاع اليوم. وخلاص قلت لكم المكونات اللي ممكن انكم اولا الخضر اللي ممكن انكم تضيفوها. فهنا كنحاول انني نستف الخضره ديالي بطريقه اللي تناسب يعني الطاجين ديالي. وهنا غادي نجيب مطيشه اللي غادي نحاول نقطعها على شكل دوائر رقيقه وغنحطها في الجنب نتاع الطاجين ديالي اكيد. شوف الناس الدوائر كيفاش دايرين، يعني رقاقين بزاف باش هي المطيشه الدور ديالها هي والبصله انهم المطيشه كترخي الماء فيك فاش كطيب الطاجين وكتجي وكتعسل كتعطي واحد المذاق رائع بزاف. كذلك البصله حتى هي ملي كطيب كتعسل وكتعطينا ديك المريقه مضغمره في الطاجين وكتعطي واحد البنه رائعه. هنا كنوزع المطيشه ديالتي على هذه الطريقه هذه في الجوانب نتاعت الطاجين ديالي كما كتلاحظوا باش كتستافد من باش كيستافد منها الطاجين كيستافد من الماء ديالها وكذلك كتعطي واحد المنظر زوين. انا بعد ما حطيت المطيشه نتاعي غادي ندوز للبصله اللي غنحطها الزبيب اللي غنحطو في الوسط وغنوزع القليل منه في الجوانب كيف ما كتلاحظوا، وغادي نوزع البصله نتاعتي من الفوق بهذه الطريقه. هذه البنات الطاجين كيجي غزال وممتاز وكل شيء كيطيب، كل شيء الخضره اللي فيه والبصله اللي فيه كطيب وكتجيب واحد المذاق رائع بزاف. ما تبخلوش على راسكم انكم تجربوا هذا الطاجين هذا، واللي جربته تخلي لي في التعاليق كيفاش جاها. هنا كما كتلاحظوا كنوزع البصله نتاعي بهذه الطريقه. هذه دائما مهم الواجهه نتاع الطاجين، يعني اللي كتخلي كما كنقول لكم اي طبق الواجهه ديالو اولا الشكل ديالو هو اللي كيخلي الانسان كمبدئيا انه يقبل عليه، واكيد المذاق تبقى هو اهم حاجه في الطبق. هنا غادي ندوز للمرحله نتاع التتبيل نتاع الطاجين تاعنا. غادي نجيب القليل من الماء اللي غادي نضيف فيه الملح المتبقي في كل في المجمل درت معلقه صغيره وربع نتاع الملح، والملح دائما كما كنقول لكم كيبقى اختياري، ممكن انكم كاين اللي كيبغي الملح بزاف كاين اللي كيبغي غير شويه. هنا غادي نضيف الثومه اللي بقات ليا، يعني ثمن جوج دروس نتاع الثومه، كنحرك جيدا. هنا غادي نزيد البنات الماء اللي غادي يكفاني كمرقة للطاجين ديالي. هنا البنات راني كنزيد الماء
كنزيد الماء كنشوف يعني ميزاني واش يكفي ولا ما يكفاش. وهنا كنحرك جيدا وكنسقي به الخضيره ديالي من الفوق، واكيد هذاك الماء غيوصل للقاع نتاع الطاجين وغادي يتبل حتى هو كامل، يعني الحمه اللي عندنا في التحت. وهنا كما كتلاحظوا كنسقي به الطاجين، وغادي نضيف زيت العود كما كتلاحظوا كنديرها رقيقه، راه الثمن ملعقه كبيره نتاع زيت العود كنضيفها من الفوق، راه كنضيف غير شويه، راه يبان لكم راني دورت بزاف انما كنقطر قبل قطيرات. هنا بعد ما ضفت الزيت وضفت التوابل غادي ندير الزعتر من الفوق اللي كيعطي واحد الريحه وواحد المذاق رائع. البنات انا كنعشق استعمال الزعتر في لي بلان تاعي. الزعتر اولا كيسرع الهضم وعنده واحد الفوائد كبيره كبيره بزاف، فانا كيعجبني نضيفو الاطباق نتاعي هو القرفه والثوم. بالنسبه لي مكونات اساسيه، القرفه تقدر ما ديرهاش مع كل الاطباق وانما الثوم والملحه كتجيني كتواتى مع اي طبق ممكن انا نصايبه. شوفوا الواجهه ديالو كيفاش كتجي والمنظر ديالو كيجي غزال وكيشهي. غادي نحاول انني نحرك الماء وسط الطاجين باش داكشي اللي درتو في القعر وداكشي اللي درتو من الفوق يتجانس مع بعضياتو ويتوزع جيدا على الطاجين تاعتي. وهنا غادي نخليه يطيب لمده نتاع 45 دقيقه على نار متوسطه. البنات 45 دقيقه كافيه انه يطيب، بعد منها نطلقوا باش نشوفوا المنظر نتاع الطاجين كيفاش غادي يكون. هنا من بعد ما طاب الطاجين ديالتي وتعسل كيجي غزال البنات بزاف، كيجي الرائحه نتاعته زكيه وزوينه، اضف الى انه كيبقى محافظ على المكونات الغذائيه نتاعو والقيمه الغذائيه ديالو بالتاكيد. البنات كما كتلاحظوا كتجي البصله طيبه ومعسله، وكيجي كلشي المكونات طيبين، يعني من البطاطا من خيزو من مطيشه اذا صدفتها في الجناب كما لاحظتوا كتجي معسله كتجي غزاله وكتجي زوينه، الرائحه ديالو كتشهي. وهذا هو الطاجين اللي اقترحته عليكم اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم للقناه نتاعتي، نتمنى انكم تبقوا اوفياء باش يوصلكم كل جديد. واللي عندها شي تعليق ممكن انه تطرحوا لي تخليه لي في التعليق، وعندها شي تساؤل واللي بغات انني نقدم لها شي وصفه مع الراس والعين تخلي لي فقط تعليق، وان شاء الله يا ربي نلبي لها الطلب نتاعها. نتمنى كما قلت لكم ان الطبق اليوم او الفكره اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم، ما تبخلوش عليا باللايك، شارك في حاله ما اذا كانت عجبتكم القناة نتاعتي، وتفعيل الجرس إذا كنتوا باغين يوصلكم الجديد نتاع القناة نتاعتي. والسلام عليكم وشهية طيبة.